مساء الخير عليكم حبايبنا المشاهدين وعلى عيونكم ومحبيكم وناسكم، واهلا بكم بقناتكم الاولى قناه يو تي في وبرنامجكم الاول ستارز اون يو تي في. كالمعتاد حلقه مميزه وشبه خاصه عن بعض التقارير الحصريه واعمال رمضان المميزه اللي راح تنعرض على قناه يو تي في. هسه نروح لابرز العناوين. ابن حرام مسلسل مصري يحتفل صناعه بالتعاقد مع نجومه راني يوسف ومدحت صالح. هاني شاكر لا يحب السوشيال ميديا وبعيد عن السينما. الست وهيبه تعود من جديد بعالمها بجزء الثاني من مسلسل عالم الست وهيبه. وهسه نروح للتقارير. راني يوسف ومدحت صالح وخالد زكي ونوليا مصطفى ودعاء حاتم ونضال الشافعي وممثلين كل شوية تعاقدوا على مسلسل ابن حرام. خالد زكي من مدة غايب ومدحت صالح أيضا من مدة همتين غايب عن التمثيل. شلون وليش قبلوا بهذا المسلسل؟ من خلال مراسلتنا دينا حسين أعدت لنا هذا التقرير. احتفل عدد من النجوم بالتعاقد على مسلسل ابن حرام، وذلك بحضور كل من رانيا يوسف، مدحت صالح، خالد زكي والمؤلف خالد الغيطاني والمخرج محمد الغيطي واخرين. اولى اللقاءات كانت ويا الفنانه رانيا يوسف اللي كشفت لنا عن تفاصيل دورها بالمسلسل وسر اختيارها لاسماء مسلسلات تعترض عليها الرقابه. ابن حرام مسلسل حلو، بطوله جماعيه حلوه، دوري جديد خالص، دور دعاء، دعاء بنت حرام قوي، وصولية جدا، مادية جدا، عندها أهداف في حياتها عايزة توصل ليها، فما عندهاش استعداد إن حاجة توقفها، فبتدوس على أي حاجة عشان تحقق اللي هي عايزة. بنشوف ده من خلال الأحداث، ونشوف هي خططت لإيه وعملت إيه وقعت مين في مين وعشان توصل اللي هي عايزاه. والله العظيم أنا ما بتعمدش أعمل أي حاجة، هم اللي بيعرضوه عليا، أنا ماليش دعوة. ببقى قاعدة في حالي في بيتنا، بيخبطوا عليا ويعرضوا عليا أسماء اللي أنت بتقولي عليها دي، جريمة منتصف الليل، دماء العذارة، ابن حرام، ومش أنا المؤلف، أنا ماليش دعوة، يعني أنا بلبس حاجة مش بتاعتي خالص الحقيقة. فده أسماء المؤلف اللي بيحطها عشان تبقى رنانة للتوزيع. أما الفنان مدحت صالح تحدث عن تقديم دور الشرير وسر الانتعاش الفنية اللي يعيشها الفترة الأخيرة، إضافة إلى تفاصيل ألبومه المقبل وجديد حفلاته. يعني شخصية يعني بيحصل له أحداث كتير قوي من أول الحكاية الأخيرة، بيفضل في أحداث متتالية، و ربنا سهل أقدر أقدمها بشكل كويس. وكان لابد نعرف أنه سبب غياب الفنان خالد زكي عن الساحة الفنية الفترة الأخيرة وتفاصيل دوره بالمسلسل وأدواره بأعمال أخرى، وتواصلوا ويا الزعيم عادل إمام بعد إعلان اعتزاله. لا أنا أصلي عملت، يعني أنا دلوقتي يمكن العمل 360 بطولة عمل لغاية دلوقتي. لا في كثير، أنا عملت شخصيات كثيرة جداً، يعني عملت شخصيات كثيرة جدا رومانسية، شخصيات كثيرة جدا هادئة، شخصيات كثيرة جدا عصبية، شخصيات كثيرة جدا شر ذكائي وشر قوي جدا. ف يعني الفنان لما بيكون دور مكتوب كويس بيقرأ كويس وبيحاول ان هو يتقمص الشخصية اثناء تصوير العمل، يعني ملوش علاقة بقى بقربها أو بعدها عن الإنسان. يعني أستاذ عادل إمام أنا بعتبره فنان عالمي، والله، أو يمكن تخطى كمان العالمية، ربنا يديله الصحة ويخليه لينا، وعطاؤه موجود معانا باستمرار على فكرة، يعني ربنا يديله الصحة. وأنا بحترم أي قرارات ياخدها الأستاذ عادل، لأنه الأستاذ عادل كفنان وكإنسان قريب جدا 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 إلى قلبي وإلي شخصيا. فكرة مسلسل ابن حرام وتحضيرات لأعمال أخرى خلال الأيام المقبلة يجاوبنا عليه المؤلف خالد الغيطاني.
هو انا كاتب الفكره من زمان، وبعدين حصل شويه تظبيط كده بالسيناريو. بعد كده بدانا انا والاستاذ محمد خضري، احنا ثنائي متفاهم جدا يعني، بدانا نرشح الابطال مع بعض، والتقينا في اول نقطه يعني. معظم الترشيحات الاوليه هي اللي جت في المسلسل. استاذ مدحت صالح قعدت معاه في الاول واتفقنا على طول على كل حاجه، والدور عجبه جدا. ومن البدايه استاذ مدحت معايا اي ملاحظه اي حاجه احنا بنبقى مع بعض فيها يعني. نشكر زميلتنا دينا حسين على هذا التقرير. بالمناسبة الفنان مدحت صالح كان كلش متردد بالقبول بهذا المسلسل حسب ما هو صرح، بسبب اسم المسلسل، لأن الجمهور تعود عليه بأدوار الطيبة والجميلة والحلو، بس هاي المرة راح يكون بشخصية شرير. عموما احنا نتمنى لك كل التوفيق وكل التوفيق والنجاح لعمل هذا المسلسل. وبعدنا بالقاهرة راح نروح إلى أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر اللي يتكلم بمؤتمر صحفي عن أغنيته الجديدة انسى اللي خان، اللي تأجلت أكثر من مرة نظرا للأحداث اللي تمر بها غزة وأحاديث أخرى عن السوشيال ميديا والسينما. كل هذا راح نشوفه بهذا التقرير. لا اعترف بنجاح السوشيال ميديا، لانه انت تقدر تشتري الفولورز الموجودين على السوشيال ميديا وعلى النت بالغنوه تعملها مليون اثنين عشرة بالفلوس، فده مش نجاح، انا لا بتاع ضرب ولا شقلب في الحياه. جو السينما بعيد عن هاني شاكر، بعيد عن الاغاني الرومانسيه، بعيد عن المواضيع اللي فيها حب ورومانسيه وكلام ده. انا لا بتاع ضرب ولا شقلبه، احاول اضرب واتشقلب عشان خاطرك يا محمد. احيا امير الغناء العربي هاني شاكر حفل فني كبير وفريد من نوعه في بيروت. النجاح الحقيقي هو نجاحك في الحفل. وقبل اطلاق الحفل اجرى مؤتمر صحفي تحدث لنا من خلاله عن اغنيته انسى اللي خان. في حاجه ضيعت كل الحياه، بالرغم من ان يمكن توقيتها جايه في عيد الحب، انا بصراحه ما قصدتش ان انسى اللي خان تنزل على عيد الحب، هي كان المفروض محضرينها وتنزل قبل كده، بس للاسف الاحداث الاخيره اللي حصلت في غزه وكده خلتنا شويه ناجل نزول الغنوه، على الحظ نزلت في عيد الحب، لكن يعني انا مبسوط الحمد لله بانطباع الناس والجمهور وحبهم للكلام. في قمه صرخت فجرت كل الامار. وشنو صار عن مشروعه ويا مروان خوري؟ انا واخد وعد منه انه يحضر لي غنوه في القريب العاجل ان شاء الله يا رب باذن الله هذا المشروع يتم، لان الحقيقه من امنياتي واحلامي ان انا اغني لحبيبي واخويا الفنان الكبير مروان خوري، ان شاء الله يا رب يطلع عمل يليق بي وبيا. مؤخرا اتجه لاطلاق الاغاني السنجل، يا ترى ليش اجل فكره الالبوم؟ يعني انا فرحان بحته انه كل 15 20 يوم بتنزل لي غنوه، الناس بتحس ان الاغاني دايما فريش، بيبقى في تركيز على الغنوه اكتر من انك انت تروحي عامله 10 اغاني فجاه بتبقى وجبه دسمه للناس، يعني ممكن اغاني فعلا تتظلم في الشريط، وبالتالي انا افضل انه يعني الواحد يعمل اغاني سنجل كده احلى كتير. انا بعدك بعيش مكسور. وعن شنو تعتمد مقاييس النجوميه بالنسبه لهاني شاكر؟ النجاح الحقيقي هو نجاحك في الحفل، نجاح الغنوه اللي انت بتغنيها والناس بترددها، هو ده المهم بالنسبه لي. انتشار ظاهره الاغاني الشعبيه واغاني المهرجانات ممكن تؤدي لزوال الذوق الطربي برأي هاني شاكر. اغاني المهرجانات اللي هي بقت شكل تاني وطعم تاني غير الاغاني الشعبيه، فن مختلف جدا جدا موسيقيا وكلاما، وانا مش ضد المهرجانات اذا بتحب ناس انها تسمعها، انا مش ضد ده، انا ضد بس الكلام اللي بيتقال على هذه الاغاني، يعني في نوعيات كتير من اغاني المهرجانات كلامها مرفوض، فانا ما احبش يعني انه هذا الكلام ينتشر، ما احبش ولادي واحفادي يسمعوه ويرددوه، ودي الخطوره على فكره يا محمد. الاعتزال فكره تراود كل فنان، ومؤخرا سمعنا باعتزال زعيم عادل امام، شلون يتعامل هاني شاكر مع فكره الاعتزال؟ الوقت اللي مش هقدر اغني فيه واقف على المسرح واقدر اقدم فني بشكل يعني يليق بيا ويليق بجمهوري اللي بحبه وبحترمه، انا من نفسي هتلاقيني خدت جنب، لكن يعني اوعدك انه يعني انا مش عايز يعني الحمد لله ان انا اوصل لهذا اليوم، انا باخد بالي من نفسي كويس جدا، باخد بالي من صحتي، باخد بالي من صوتي،
بعمل كل حاجة بتخليني دايما في كامل لياقتي. عشان جمهوري الحبيب بيحب حد بيعمل له حساب في حياته، وأنا بحب جمهوري جدا وبحب فني جدا، ولازم أعمل له حساب كبير في حياتي. فيعني ماشي زي كتاب ما بيقول، زي ما بيقول. لما تجري هو دمي، لما تبكي. بعد ما شفنا هذا المؤتمر، أهم نقطة اللي ذكرها وهو همة ينصرح عليها، والنقاش اللي صار حول السوشيال ميديا، هل هو مقياس النجاح أم لا؟ ومع كل النجاح اللي حققته أغنيته الأخيرة، إلا أنه يطمح دائما بعمل درامي جديد. اتكلم عن السوشيال ميديا اللي هو ما يحبه نهائيا، واتكلم أيضا عن نجاحه بأغنيته. نتمنى النجاح الدائم للفنان الكبير هاني شاكر. قناة يو تي في دائما تحرص بكل رمضان تقدم الأفضل والأحسن من برامج ترفيهية ودراما، خصوصا بسنة 2024 راح تقدم لكم نخبة كبيرة من الدراما العراقية وحتى الترفيه، بداية من عالم ستوهيبة، مسلسل قصة، وطن تو، العربجي، محلتنا، قط أحمر، الجزء الرابع، كثير من الأعمال الترفيهية والدرامية. لكن راح يكونون بستارز أون يو تي في اثنين من نجوم مسلسل عالم الست وهيبة، راح يكونون ضيوفنا لهذه الليلة حتى نتكلم عن هذا العمل، عن هذا الجزء الثاني، شلون راح تكون إلى أهمية ومسؤولية عند المشاهد العراقي، وتفاصيل ثانية راح نحكيها ويا الضيوف. نشوف هذا الروبرتاج ونرجع. منو منا ما شاف أو سمع عن عالم الست وهيبة اللي انحفر بذاكرة الجمهور العراقي من نهاية التسعينيات ولحد هذه اللحظة؟ كونه ضم مجموعة رائعة من نجوم الدراما العراقية بذلك الوقت، وجسد حياة العراقيين بفترة الحصار وبين الفوارق الاجتماعية بين الغني والفقير، ووصل رسائل عديدة من خلال المواضيع المنوعة اللي طرحها. شفتي هذا المي بارد؟ ليه انسى ما تعلمتي عن مي مالي مال السبح؟ يبو يومية اسبح 3-4 مرات. زمزم جيت جيت اجيب لك هدوم. تتعهس وقت هدوم تتعهس. ومن عام 2020 انطرحت فكرة تصوير جزء ثاني من هذا المسلسل، لكنها تعرقلت وتأخرت لأسباب كثيرة، واليوم هي في طور التحضير والتصوير، وراح تضم 59 أو أكثر ممثل رئيسي و120 ممثل ثانوي. عدسة ستارت أون يو تي في رافقت بعض أبطال العمل أثناء التصوير، وأجرينا بعض اللقاءات ويا أبطال العمل وصناعها، وكان ويانا المخرج سامر حكمت اللي يشوف تجربته بالجزء الثاني من المسلسل تحدي، وتحدثنا عن التغييرات اللي راح نشوفها بالجزء الثاني. فأكيد لما ارتأت قناة اليو تي في أن تنتج جزء ثاني العالم الست وهيبة، هذا تحدي كبير. اليوم أنت يعني عمل ناجح بجزء الأول بنجوم كبار، أكو منهم من فارق الحياة، أكو منهم لا، يعني حي يرزق. فهذا تحدي كبير لنا كنا، ويعني وللممثلين أيضا، إضافة إلى أنه اللعب على العمل، أنه أنت اليوم من تريدين تقدمين كجزء ثاني، يعني لازم يكون، يعني أنا من وجهة نظري، يعني أنا من أنه قلت أوكي راح أشتغل هذا العمل، أنه يا أما بمستوى الجزء الأول أو أحسن من أد. فجيت راجعت العمل بكل تفاصيل الجزء الأول، بكل أشياء اللي موجودة به، شخصت نقاط الضعف، شخصت نقاط القوة، وعلى أساسها اشتغلت. هل الديكورات والمواقع راح تكون متشابهة؟ أنا اليوم أنت بالضبط، إحنا اليوم نحكي على عمل قدم بال98، ذاك الوقت كان ظروف البلد غير، وضع غير. اليوم احنا نحكي زمن العمل 2023، فمن المستحيل ان يكون انه العمل يعني المود من ناحية الأثاث والستايل والأشياء نفس الشيء، لا أكيد مختلفة. وبعد إعلان الفنان غالب جواد المشاركة بالجزء الثاني، فحبينا نعرف شلون راح يرجع مهيدي بعد موته، وشلون تم اختيار الممثلين الشباب للأدوار. ومنو قال إيش عاد؟ شنو هاي؟ والله من يقول؟ سمعت قالوا لي إنه عاد. سمعتي؟ يعني وقالوا لك؟ يعني عاد لو ما عاد. بس شلون
عاد معاد هذه خليها للعمل لما يطلع العمل يطلع والناس تشوفه وراح تكون، لان اكيد انا اليوم من اشتغل معالجه، اذا معالجه اذا ما تكون واقعيه ومن صلب الواقع يعني ما راح اقدر اقدمها بصراحه. كل شخصيه مثلا اشوفها اقول مثلا هاي قريبه من شخصيه الممثل الفلاني، هذه قريبه من مثلا على سبيل المثال مثلا وهيبه الحفيده الدكتور اللي هي براء الزبيدي، لما اجينا اختاريتها لا هي الشخصيه قريبه من شخصيتها الحقيقيه الواقعيه بالواقع. وبطله هذا الجزء براء الزبيدي كانت متواجده ايضا وحكت لنا شويه عن دورها. أنا دوري راح يكون حفيدة الست وهيبة، يعني أنا راح أكون دكتورة وهيبة. براء مو بس أدت الدور، درسته بشكل كامل. شخصية أنه أنت تطلعين دكتورة يعني شيء مو سهل، أنا قعدت ويا أصدقائي وصديقاتي الدكاترة وأخذت يعني من عندهم معلومات قبل أصلا ما أخطي هاي الخطوة، فشخصية الدكاترة يعني صراحة شخصية معقدة يعني مو سهلة، خاصة أنا يعني القسم اللي ما أخذته، هسا أنت راح تشوفوه بالمسلسل، يعني الشيء اللي أنا ما أخذته كطب يعني شيء كلش صعب. أما ساندي جمال فكانت عكس براء تماما وتحفظت بمعلومات الدور وتفاصيله خوفا من سامر حكمت. ما أقدر أحكي استاذ سامر قاعد وراي. لا ما لنا علاقة احنا لازم نعرف. لا بعون أحبكم تشاهدون العمل. شوية. لا ما أقدر يعني هو مبين علي بنية شابة بسيطة جميلة فراح أحبكم تشاهدون العمل وإن شاء الله تعجبكم. نايم شهوبي؟ اي نايم في دول أمرك. شوف عبدو شوف. مشاهدين بعد ما شفنا هذه الكواليس عالم ست وهيبة الجزء الثاني، أبطال هذا العمل الجبار والكبير موجودين ويانا، القديره والكبيره والجميله سمر محمد شرفتينا ونورتينا بستار جونيو تي في، النجم علي عبد الحميد بعد غيبه هسه راح نحكي هواي تفاصيل، نورت يو تي في، نورتوا ستار جونيو تي في. سمر محمد يعني من وين ابدي حتى على هذا التقدير، انا لانه كلش متحمس واني كلش حاب تواجدكم وياي. نشكرك، نشكر يو تي في، اشكرك على هاي الكلمات الجميله. يعني بدي اروح لك منين ابدي حتى ابدي عالم ست وهيبه هو واحد عالم طبعا حقيقه اكيد من 97 يعني نهايه التسعينات الى سنه 2024 مر أحداث كبيرة جدا بالعراق، وصلنا ل 2024 وتم إنتاج هذا العمل عالم ست وهيبة، مسؤولية كبيرة تقع على القناة على المنتج على الممثلين والأبطال، خصوصا أنت واحدة وأستاذ علي من المؤسسين. نعم تمام. شلون تشوفين الجزء الثاني بينما أنت شفت الجزء الأول ونجاحه الكبير، شلون راح تشوفين؟ راح يضرب، راح تقولين انها لا المشاهد العراقي راح يقعد هاي القعده مثل ما قعدها امام التلفزيون بالجزء الاول بكل صراحه ست سمر؟ شوف اقول لك، احنا ما دام حاليا بطور يعني التصوير ولحد الان يعني عندنا مواقع كثير احنا ما مصوريها، بس انا اللي شفته اثناء التصوير انه شبابنا الحلوين مجتهدين، بناتنا مجتهدات. مفاجأة المسلسل يعني الست فوزية عارف بعد انقطاع 17 سنة موجودة بالعمل. طبعاً وجه لها تحية كبيرة ست وهيبة. أكيد أكيد ست فوزية يعني لحد الآن هذا الجمال اللطيف الهادئ، فأحداثه أنا متأكدة راح تشد المشاهد. حلو. أي الـ الـ الأسماء الموجودة بي راح تشد المشاهد. غير انه الذاكره العراقيه تحتفظ بعالم ست وهيبه بذاكرتها، فتريد تشوف شنو اللي راح يصير. نعم. استاذ علي نورتها حبيبي. حبيبي شكرا. يعني من السويد الى بغداد ومباشره الى عالم ست وهيبه 2، يعني انا اعرف ان السويد ايش قد بارده. صح. ومواقعكم بارده كلش. صحيح. صحيح. الله يساعدكم حقيقه. لما فكرت تجي من السويد بعد 11 سنة غربة، أكو شيء دا يصير، أكو إنتاجات موجودة وإنتاج ضخم اللي هو عالم ست وهيبة وقناة يو تي في، أنت هنا شلون قبلت؟ وتعرف بعد فترة 10 سنوات 11 سنة صار أستاذ علي عبد الحميد يفكر حتى باختيار الأدوار، هنا أنت ما فكرت مباشرة دخلت عالم ست وهيبة،
والله شوف هو أول شيء. أول شيء شكراً لك، شكراً على الاستضافة، شكراً قناة اليو تي في، فرصة يعني حلوة كلش، أني التقيت بحضرتك وبنفس اللقاء أطلع ويا الفنانة الرائعة القديرة ست سمر محمد. أولاً هي مو داعش سنة، أنا رجعت في 2019 قدمت عمل يعني، بس كنت متردد بصراحة طول هاي السنين اللي فاتت مثل ما أنت قلت. لما تدخل للفن أنت بشغف وبحب وتريد تقدم شيء مهم، تكون يعني مسؤولية كبيرة على عاتقك. طبعاً. فبالتالي أنا أشوف مهمة الممثل الرئيسية والأساسية هي مرحلة الاختيار. أنت من تختار مسلسل، هذه المرحلة هي فترة الاختيار، وشون توافق على هذه الشخصية هي هذه اللي راح تحدد ظهورك بهذا العمل. بعد ما تختار أنت ما راح تكون عندك كلش هواية وسائل تقدر تغير بيها إذا شفت أخطاء يعني معينة، فالاختيار كلش صعب يعني. جينا عن شخصيتك. هذه الشخصية مثل ما قلت هي العودة صارت من خلال شخصية ستار اللي هو كان الابن الصغير لزمزم، يطلع أخهم هيدي اللي شفناه بالحلقات الأخيرة بلش يعني بالترافيك لايتات وكذا، يعني تعرف بعد ما يعني اليوم أنت والدتك ضيوفنا. أي بالضبط بالضبط بالضبط. المفارقة بالجزئين، أقطع كلامك بخير على الله، المفارقة بالجزئين أنه بالجزء الأول أمهم هيدي البطل، وبالجزء الثاني أم ستار البطل. ستار البطل. صحيح. طبعًا هواي أبطال بالعمل. لا هو هواي أبطال. شوية أبطال. المسؤولية تقع على عاتق الجميع، يعني ما حد يقدر يقول هذا العمل أنا بطل، أنا المسؤول عن نجاحه. فلذلك هذا العمل يعني بمسؤولية كبيرة تتقسم على الكل يعني. فبصراحة من قرأت النص شفت لا الأحداث كلش حلوة والمعالجات كلش يعني مرتبة، وحبيت كلش حبيت أن أكون جزء وتكون أيضًا عودة إلي. وهم يعني هو أول ظهور إلي على قناة اليو تي في، فأنا فرحان بصراحة ومتحمس ومتشوق، ويعني أقدر أقول لك بصراحة إنه هذا العمل راح يشاهد، هذا العمل راح تحب الناس. إحنا حابين تواجدك، بس أنت متواضع كلش، لأن إحنا حسب علمي إنه أنت أحد الأبطال الرئيسيين بعالم ستهيبة. ليش ما تقول أنا بطل؟ يعني مثل ما مهيدي موجود ستوري، مو ستوري بالعمل في دلعوك ستوري؟ لا يعني غير 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 اسم، غير مصطلح، غير مصطلح. اي غير مصطلح. يعني انت بطل موجود. شوف علاو حبيبي، هي انا بصراحه ما اؤمن بهذه الشغله انه انت بطل العمل وانت الكذا وانت الكذا. احنا اليوم كنا فريق واحد، الدراما هي يعني جيش كامل، تعرف شلون، بعده فصائل وبعده ناس يتقاسمون النجاح. يعني ما نقدر حتى وان انت كنت انت مهم، فاكل اهم منك اللي هو مثلا الفني، المصور، المخرج، الكادر الفني، هذول يوقفون جيش وراك كامل. الكل مشارك. يعني احنا مشهد نطلع بيه، يمكن احنا هاي ثلاث شخصيات احنا واقفين ورانا يمكن اكثر من 30 شخص. صح. كل واحد بمهمته، يعني الكل يتساعد، الكل الكل يعني ابطال وكل ناجحين. بالضبط بالضبط. وازيلك شغله انه مرات يعني يجوز انا اقرا دوره اشوف مساحته يجوز حلقتين او ثلاث حلقات بس احبه، تعرف شلون، ماكو مشكله ذا عندي. وهذا صار وياي بمسلسل سليمه باشا، طلعت بحلقتين يعني بالاخير، فهذا الشيء ما اشوفه انا بصراحه. لا انت هي انت هي بطل، انت بطل حبيب. بلشت اعلان حاله حب الى لا، هي الادوار ما يشبروها، ما تقاس بالظهور، ما يشبروها يعني. يعني انا اتذكر عده مسلسلات اشتغلتها دوري اقل من الاخرين، لكنه بقى بذاكره الناس. هنا أنا ست سمر اريد اسال عن شخصيتك بعالم ستهيبه. نعم. اثنين، شنو اللي تغير بيها عن الاول؟ هي شوف، يبقى قلق الام على أولادها. طبعا نوجه يعني احنا الجزء الاول كان من اخراج الراحل فاروق القيسي، استاذ فاروق القيسي، وهسه استاذ سامر حكمت. شنو اول شيء شخصيتك؟ واريد الاختلاف بين المخرجين. شوف هوايه شغلات تغيرت بهاي ال 25 او ال 30 سنه، يعني الكاميرات، الصوت، طريقة الإخراج، كل العوامل الفنية تغيرت. يعني من جدتي ست فوزية، غير الفنية تعامل ست فوزية من جدتي قالت شو هذا المايك هنا خلو أي إحنا مو كنا هيجي، فهذا يعني أكو هذا التطور. نعم. بالإضافة للتطور بكتابة العمل يعني حتى يناسب الزمن الحالي اللي احنا عايشين به. الشباب عندهم رؤية جديدة تختلف عن الرؤية القديمة، حتى طريقة الإخراج تتغير لأن كاميراتك غير كاميرات. صح صح ولا لا؟ عندك إمكانيات جديدة متطورة،
غير اللي كانت موجودة قبل. الله يرحمه أستاذ فاروق يعني كان يوجه الكل، الكل كان يوجههم، الكل يسمع لهم، يعني ياخذ منك وينطيك وينطيك وياخذ منك يسمعك. نفس الشيء حاليا استاذ سامر، يعني انا يعني كم مره كان اكو شغلات اقول له مثلا استاذ سامر هاي ليش؟ يقول لي 1 2 3، او اقول له لا ترى هاي ما تصير، يصفن بيها انت صح. مرات يقول لي لا انت مو صح، اقول له ليش؟ يقول لي انه 1 2 3، فاقتنع باللي حكاه هو، عرفت شلون؟ فاللي شفته بوهيبه الكل متعاون. يعني مثلا اني يعني الشخصيات اللي التقي بيها قليله مو هوايه، الكل يحاول يجتهد، الكل يحاول يقدم شيء جديد، الكل تحدي لعالم ست وهيبه الاول. صحيح. يعني عرفت شلون؟ الكل دا يتحدى هذه الموضوعيه، انه لا اقارن بما مضى، اقارن بما اقدم حاليا على ان يكون هو الافضل. عرفت شلون؟ وبعدين هم يعني ما شاء الله شبابنا حلوين. بعد حلو بعد لا لا حلوين بتعاملهم، حلوين بادائهم، حلوين بتلقائيتهم، حلوين بحفظهم بجاهزيتهم لما يدخلون للسيت، حلوين بهدوءهم، بتعاملهم بالظروف اللي احنا الصعبه اللي دمر بها اثناء التصوير. هذا كله يحسب للشباب. شلون تشوفون لهفه الشارع لما سمعوا اني عن نفسي؟ لا اني هواي يسالوني مثلا مهيدي شلون مثلا مو مات شلون رجع؟ هذا راح نشوفه وين بالحلقه الاولى؟ بالحلقه الاولى ما راح نحكي تفاصيل. لا 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 ما نقدر نحكي. لهفه الشارع لما يشوفون استاذ علي وست سمر شلون يعني هاي محبة الناس للجزء الأول همتين موجودة بالجزء الثاني، احكوا لي عنها. احنا بالبداية نحكي أعقب شوي على كلام ست سمر. هو عادة لما ينجح مسلسل ينعرض ينجح يفكرون الجهة المنتجة تفكر مباشرة بالسنة اللي بعدها تقدم الجزء الثاني حتى يكون محافظ، مثل ما شفنا كثير بأعمال عربية وعراقية. هنا اكو مفارقة، احنا لما نعمل انعرض يمكن بال 2000 بال 97 او 98 97 المهم 97 نحكي على اكثر من 15 16 سنة. هو 97 عرض انمنع بعدين رجع بال 98 بالضبط بعدين انمنع ورجع. فاحنا هنا يعني بدنا نلعب على شيء مهم جدا، اللي هو انه انت تشوف المجتمع هذا بهذه الحقبة الزمنية الفاتت وشلون عاشت الناس المعاناة، وشون الآن نفس الشخصيات الأبطال اللي موجودين بالجزء الأول بحداثة دي يعيدون قصة على لسانهم، دي تكون قصة حديثة لمجتمع تطور وتغير وعانى معانا وفرح ما فرحها وتغيرت به كل شوية قيم ومبادئ. يعني نقدر نقول أنه قيم ومبادئ مهمة تغيرت عند الإنسان، وهذا سببها مو أنه فقط بالعراق بس هو العالم كله تغير، يعني وشون دخلت التكنولوجيا والحداثة. فهذه بحد ذاتها هي مفارقة كلش مهمة، أنه أنت مجتمع عالم ست وهيبة، يعني هو عالم ست وهيبة هو مجتمع مصغر عن المجتمع العراقي وعانى معانا وبكل الطبقات والشخصيات ذاك الوقت، والآن إحنا دا نسرد قصة جديدة على لسان اغلب الابطال اللي هم من الجزء الاول. فهذه ايضا يعني مفارقه حلوه اعتقد. لا المفارقه شنو؟ انه كثير من ابطال الجزء الاول موجودين، تقريبا اغلبهم موجودين يعني. اغلبهم موجودين وكثير من الشباب يعني التحقوا بالعمل. صحيح كلهم موجودين وراح يشاركون. انا هنا سؤالي الجيران المحبين الاصدقاء الاقارب لما يسألوك على عالم ست وهيبة أي اللهفة والحب شو تجاوبيهم شو تحكي لهم؟ شوف حاليا يعني يجوز علي الناس ما تعرف انه مشترك بالجزء الثاني. نعم. لان ما شافوه بالجزء الاول. صح. لكن احنا اللي اشتغلنا بالجزء الاول دائما يسألون سمعنا اكو جزء ثاني. نعم. اي انتظروه. اي فلان موجود فلان موجود فلان موجود. اي ما هذا موجود هذا موجود، هذا مات بالجزء الاول هذه ماتت بالجزء الاول. لا حرامات زين شلون؟ راح تشوفون راح تشوفون يعني عقب شاسف. اليوم قريت تعليق لما نزلت بوسترات العمل يعني وشافوا الشخصيات اللي موجوده بالجزء الاول الابطال هم رجعوا، فاحد التعليقات مكتوب انه ها شنو كبروا وكبرنا وياهم.
الله. فبصراحة يعني شدتني هاي الجملة. فحلو لما المشاهد يتابع الفنان اللي هو معجب بيه بكافة المراحل. بس احنا نجومنا ما يكبرون. ها علي؟ روح حلوة. هاي الضحكة ما تفارقها. هو هذا سر نجاح كل فنان حقيقة. صح. ست سمر. هنا بالمسلسل عالم مستوهيبة ماكو حالة حب؟ لأنه أنت مريت بإعلان إعلان حالة حب. وسليم باشر هذا ابني بابنك ما حب يعني أنا بالعمل بغض النظر عن المسلسل ما علي بالعمل يعني هذا ابني بحرية وما يستحق واحدة تحبه مو هسه أقول على المسلسل. لا صحيح أني أكو شيء بالمسلسل أكو حب. ظهوري الأخير بالمسلسلات الفاتت بصراحة يعني لو أكشن ظهوري الفات بالمسلسلات الأخيرة الفاتت هي كانت أغلبها أدوار رومانسية. فهذه هم كانت واحدة من الأشياء اللي خلتني أتأخر باختيار نصوص. تعرف الممثل يعني تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة، مو بس أنه تجي أنت تتقدم لك شخصية حتى وإن كانت بطولة يعني مطلقة، أنت لازم تعرف شنو قدمت بالفترة اللي قبلها وتحاول تشتغل على هذا الشيء يعني حتى تطلع بشخصية مغايرة. الشيء اللي حبيته كلش بهذه الشخصية، شخصية ستار، هو أنه شيء جديد علي. يعني نقدر نقول بيها أكشن، بيها أكشن، بيها طيبة، بيها حب مساعدة. احنا حكينا انا وست سمر على نقطه مهمه كلش، يعني هي احنا بحثنا عنها من خلال النص وخليناها مشكله بيني وبينها. يعني يمكن هي ما موضحه كل شوي. احنا اشتغلنا على شغله انه يعني العار، تعرف انه هو سبب مشاكل كلش كبيره بالمجتمع، ومجرم وكذا وخطف وسرقه ومخدرات. فاكيد الام يعني تلوم نفسها على هيك، يعني خلينا نسميه حظ او هيك تربيه، او دائما تقول انه هذا تقصير من عندي. فهي صار يعني صار همها انه شلون تخليني اني بالطريق الصح، شلون تصلحك بالضبط. لا نعم. انه تحافظ عليه يعني طالع بطريق صحيح، يعني هو طالع بطريق صح، بس شلون همها شلون اخليه يحافظ يستمر ما يروح يعني على الدرب بخطا اخوه بالضبط. نعم. يعني ما يمشي على طريق مهيدي. نعم. يعني هذا كان هاجس عند بالضبط. هي تقول له دائما انا ما اريد اعيد الغلطه، يعني ما اريد تتكرر غلطه اخوك وياي، انا يعني ما باقي لي بس انت بالحياه. فخلت همها كله بانه هو شلون يطلع شخصية زي. بس احنا كان عندنا هذا الهم بانه احنا الناس يعني الناس تشوفنا بغير نظره. تعرف شلون هذه معاناه داخليه، دائما الممثل لازم يصنع هم بداخله. يعني تعرف شلون تجيك الشخصيه على الورق، انا اسميه اب، يعني الاب بالاداء، انه انت تبحث هذه الشخصيه شنو مشكلتها، هذه الشخصيه لازم اضيف لها هم اني حتى اشتغل وياها حسيا نفسيا. حتى توصل للمشاهد. فدائما حتى في قصة الحب يعني هو يفكر بإنسانه، ودائما عنده هذا الإحساس إنه هاي يمكن ما راح ترضى بيه، الباك جراوند مالتي مو مثلها، يعني تعرف شلون، يعني تعرف شنو خلفية هذه العائلة. بس يحاول يعني تشوف شلون. وراح نحاول نطلع من يمك أشياء. لا 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 شخصيته كلش حلوة. كلش حلوة أكيد راح نشوفها في رمضان إن شاء الله. هو اجتهد الولد. كثير من الأعمال الدرامية قدمت. يعني راح تقدم بسنة 2024 هاي السنة، كونتاج ضخم، يعني أكثر من 20 عمل يمكن أكثر من 20 أكثر من 20 عمل. حالة صحية جيدة، ما تقولي لي لا ست سمر. لا صحيح. أريد من يمك كقديرة وكبيرة بالفن، قدمت كثير من الأعمال، شلون تشوفين الحركة الدرامية الآن العراقية؟ إحنا ممكن ننافس عربيا؟ شوف ماما، أنا دائما أركز مو على الكمية، أركز على النوعية. نوعية يعني أنت تقدر تنتج بالسنة مثلاً 30 عمل، بس إيش قد راح يطلع من عندهم اللي أنت تقدر تنافس بيهم؟ هنا النقطة. نرجع للدراما، الدراما صح الآن؟ وأنت شوف أقول لك شغلة، أنا ما أقدر أحكم على أعمال، يعني أنا الأعمال اللي اشتغلتها أشوف الجهد المبذول، شغل الكاميرا، شغل الممثلين الوياية، شغل الكل. أكو شغلة مهمة جداً هي ما بعد التصوير، شغلة المونتاج. هذا إخراج جديد للعمل راح يكون. صح. المونتاج إخراج جديد للعمل. شوف أقول لك، إحنا كممثل عراقي حتى شبابنا الحلوين وبناتنا الحلوين يقدرون ينافسون الممثلين العرب. فعلاً عندنا طاقات حلوة. يقدرون، بس أقول لك شغلة، ترى الدراما العراقية محاربة يا ابني. محاربة. محاربة. يعني هي هاي يعني شغلة التسويق، إحنا مو ناقصين من التسويق.
لا احنا عندنا هوايه مكملات. اوكي عندي 10 اعمال مو صالحه للكواليتي وما ادري شنو هاي اللي تحججون بيها، بس اكيد انا عندي فد عمليا اللي هي صالحه، لكن هم ياخذوها منك لان انت محارب. بس يقعدون، نعم يقعدون، لان انا سافرت اكثر من مره يشوفوني ناس بالشارع، ست احنا شفناك فلان عمل. زين انت تشوف القنوات العراقيه ويشوف الاعمال العراقيه، زين ليش تاخذ؟ زين ليش الجهات المسؤوله عن التسويق ما ياخذها منك 100%. هنا انا عندي سؤال، ليش ما تصير اكو ميكس، اكو توأمة بين الاعمال العراقيه نعم والخليجيه مصريه؟ مثل ما نشوف هسه عوف المحارب، عراق خليجي هسه مو مصري لبناني، عراق خليجي يعني قرب الجغرافيا. اي احنا اشتغلنا قبل فتره جابوا ممثلين مصريين وسوريين واردنيين. انا بصراحه انا اسف بس انا بصراحه يعني اختلف شوي ويا هاي نظريه المحاربه بشكل اخر. انا اشوف احنا همنا لازم يكون، ما نحكي بهذا الموضوع انه احنا شو كنت تسوق اعمالنا، احنا همنا لازم يكون بالوقت الحالي شلون نقدم مسلسل عراقي يقنع اكثر من 40 مليون، الكل يتفق عليه، الكل يقول هذا مسلسل حلو، الكل يشيد باداء الممثلين. راح يتفقون 40 مليون على عمل اذا نشتغل باخلاص ونشتغل بحرفيه عاليه. احنا عندنا اساتذه مهمين جدا ما يقلون شان بالجانب الفني عن الاعمال اللي نشوفها العربيه، وعندنا القدره وعندنا الامكانيات بالوقت الحالي، عندنا مخرجين شباب حلوين، عندنا كتاب، عندنا ممثلين، بس لازم احنا ندخل يعني الدراما العراقيه اللي تعاني بمصداقيه، ندخل الدراما العراقيه اللي تعاني من المعمل الاكاديمي، يعني من النص نبدا. احنا لما انا يجيني نص كممثل واقرا اطلع به ملاحظات عديده هذا خطا كبير. لازم النص من يجيني انا اجي اباوع، ممكن تصير عندي ملاحظه هنا وهناك، ممكن اشياء بالتصوير ان تداركها يعني، بس اما يجيك نص انت تشوفه هذا النص متفلش، هذا النص كلاسيكي ضعيف يعني، هاي المصطلحات مثلا كلاسيكي زين بالزمن القديم طبعا، بس يجيك نص ما مربوط، الشخصيه ما تعرف شنو هاي الشخصية. يعني أنا أصفن مرات على شخصيات أشوف إذا أشيل هاي الشخصية مالتي من العمل إيش راح يأثر على العمل؟ كل شيء ما يأثر. هذا المشهد أنا إذا ألغيه إيش راح يأثر؟ ما راح يأثر. فلذلك إحنا على الشاشة وعلى المسرح وبالسينما لازم كل ما يعرض محسوب طبعا، لازم كل ما يعرض مع نفس مهم. فإحنا هذا بصراحة الهم اللي براسنا علينا أن نعبره، أنه إحنا شلون نوصل للعربية. إحنا ما نحتاج نوصل بالوقت الحالي للعربية، إحنا نحتاج عمل يتفق عليه الكل ويقول هذا فعلا عمل عراقي نفتخر به، مثل ما كنا نفتخر به عالم الست وهيبة بأعمال أخرى يعني. فعلا. أنا حقيقة بعرف إيشي بإحساسي أعمال قناة يو تي في صدقوني عربي راح تشاهد ان شاء الله، حقيقه هذه ان شاء الله. عالم استوهيبه عندك قصه كثير من الاعمال حقيقه. راح نروح الى روبرتاج حلو عن الجميله، مسيره حلوه يعني. هذا هو جزء، والله هو جزء يعني فريق الاعداد سوى الاشياء، ممكن نشوفه. شكرا جزيلا لهم. يلا نشوف التقرير. فنانة من مواليد الموصل عام 1955، بدت مسيرتها الفنية في عام 1968 من خلال مشاركتها الأولى بمسرحية أوتيب ملكا للمخرج فال عمري، اللي شاف موهبتها وشجعها على الانتقال إلى بغداد، ولحد الآن تعتبر صاحب الفضل الأكبر في صقل موهبتها وتشجيعها على دخول الفن. يلا خلنا نروح. أوكي، هذا العم منو؟ هذا أبوك. أبوك لأن إحنا ظهر على مودك كل هاي السنين. أبويا. يوم صدق هذا أبويا؟ وفعلا انتقلت لبغداد بأوائل سبعينيات القرن الماضي، وبلشت تشارك بأعمال مسرحية وسينمائية وتلفزيونية وحتى إذاعية، وشاركت بأهم المهرجانات الفنية الدولية، وحصلت على العديد من الجوائز، وأجادت كل الأدوار باتقان، وفعلا كانت عروس الشاشة العراقية. شغلك بهاي الدائرة تعب، والعمل يحطم رشاقتك وجمال وجهك، ثم أنا محتاج إليك. برصيدها الحالي أكثر من 50 عمل فني، أشهرها مناوي، عالم الست وهيبة، ذئاب الليل، الذئب وعيون المدينة، وآخر الملوك. يوم العيد جاي وجبت لكم هاي الغراض، وقولي لرجلك إذا ما يجوز من إيناس وأخويا ستار
ترى انا الك يما مهدي عوفر. ضيفة ستارز اون يو تي في ليلى، احدى بطلات مسلسل عالم الست وهيبة سمر محمد. بعد ما شفنا هذه المسيرة، هذا جزء من مسيرة الفنانة الكبيرة سمر محمد، هذا القليل من إبداعك، بعد ما شفتي هذه المسيرة واللمحة البسيطة عن إبداعك، شو تقولي؟ أقول شكراً للقائمين على هذا الروبورتاج، أقول شكراً للقناة اليوتيوبي اللي هالسنة بالذات خلت ثقتها بي خلال عملياً، يعني هم سياستهم تختلف لكنه أشكرهم على ثقتهم العالية بي أنه خلوني أشتغل بهاي العملين. بعد هاي المسيرة شو تقولي لنفسك أنت سمر محمد؟ أقول لنفسي إن شاء الله أقدر أحقق أكثر من اللي حققته، إن شاء الله أقدر أساعد أنه تطور الدراما العراقية وتتقدم الدراما العراقية وتنافس الدراما العراقية، ان شاء الله اكون واحد من ذول الناس اللي يساهمون بهذا المشروع. ان شاء الله ان شاء الله. عندي سؤال مشترك لاستاذ علي عبد الحميد وست سمر محمد. نعم. تعرفون احنا كوادر فنيه موجوده عندنا وبكثره، بس نحتاج اكثر طاقات شبابيه موجوده. الان اكو طاقات شبابيه دخلت لعالم الفن، هم خارج المعهد الفنون الجميله، دخلوا إلى عالم، أكو منهم أبدع وأكو منهم لا مكمل. شو تقولون أنتوا يعني رأيكم بدخول الشباب عالم الفن والتمثيل وهم مو ممثلين؟ اللي هي؟ المشترك. يلا أنت. أنا بالنسبة لي أصلاً أنا أساساً مو خريجة. مو خريجة. مو خريجة. الأستاذ شفاء العمري الله يرحمه شاف عندي هاي الموهبة. دربني، علمني، خلاني أقرأ، خلاني أثقف، خلاني أستخدم طبقات الصوت المتعددة، حركتي، اشتغلت عدة عام. أنا بالأصل مسرح، يعني مو تلفزيون. نعم. بالأصل مسرح، همي العظيم هو المسرح بصراحة. نعم. أتابع أعمالي، كنت أول ما بديت إنه لا هذا هاي شنو هاي شلون تشتغل هاي، أنتقد نفسي يعني. ف بمرور السنين تطور نفسك انت، يعني انا ما ابقى على نفس الطريقه اللي اشتغلت بها بالسبعينات، احنا كان السبعينات. نعم. كاميرا واحد، كاميرا اثنين، كاميرا ثلاثه، استوديو، عندك المخرج واحد اثنين ثلاثه، فهذا الاس اللي تعطيه لازم تكون اكثر هدوء، يعني حتى عصبيتك مو العصبيه اللي هسه احنا ممارسها بالتمثيل، لا مدروسه لازم تكون مدروسة. حتى تلحقك الكاميرا هسه تمثل باكثر طبيعيه، اكثر تلقائيه. يعني هسه شلون دحش وياك اني هو امثل بهاي الطريقه. سالوني ناس خارج الوسط الفني. نعم. هاي ايش قد عندكم بنات وهذول من فلان شغله بلوجرات ما ادري ايش، انا هاي الشغلات ما افتهم بيها. بلوجرات يعني؟ اي قلت لهم باعوا. خلي يجون هسه الف. نعم. اشتغلوا هذا الموسم واشتغلوا الموسم الثاني. راح يتغربلون. المهم الوسط ايش قد راح يكسب من هاي الغربله؟ 10 ممثلين او ممثلات؟ هذول شيء ممتاز اللي راح يصيرون في يوم ما من الصف الاول اضافه تكون. يا ريت. انا ما دايمه، انا هسه ما اقدر امثل دور شابه، مو باكر عقبه يمكن الله يتذكرني لازم تيجي وحده تاخذ مكاني، تمام ولا لا؟ طبعاً. احنا لازم نخلق جيل جديد واعي للعملية الفنية باحترافية وباحترام. أنا يعني إذا ما أنظر لنفسي باحترام في عملي ما حد راح ينظر لي باحترام، صح ولا لا؟ علي من الشباب اللي موجودين ثبت وجوده وثبت قدرته، بخا مستمر. كم واحد بدأ وياك علي؟ هي طبعاً هواية تغربلوا. احنا نحتفظ بالطاقات الجيدة 100%، حتى لو كان مو خريج، مو بالضرورة يكون خريج، هو يقدر يشتغل على نفسه. إذا اشتغل على نفسه راح يوصل. رأيك هنا بهذا الموضوع؟ لا هو أكيد كل واحد يشتغل على نفسه يوصل، بس احنا هنا بدنا نتكلم على أسمى مهنة موجودة بكل المجتمعات، يعني الفن يقال دائما أنه المجتمع هذا اللي تريد أنت تعرفه شنو هو، روح ادخل وشوف الفنانين اللي بيه، إذا لقيتهم مثقفين، إذا لقيتهم مبدعين، فأعلم أنه هذا الشعب
جيد تعرف شلون. هذه مقولة طبعا موجودة، لا ضير أنه أنت تدخل، أنت حضرتك جربت هذا الشيء يعني من مجال الإعلام إلى مجال التمثيل وأثبتت حضور وأثبتت نجاح، ويعني بصراحة أني حبيت ظهورك يعني بالمسلسل. هذا شهادة، هذا الشيء يثبت بأنه ماكو واحد ما يقدر يدخل لعالم التمثيل، لا نتكلم بس على عالم التمثيل بس، أكو بعدين مراحل عليك أنه تجتازها. يعني أنت حتى اليوم الطالب الأكاديمي بأكاديمية فنون جميلة من يتخرج، هذا مو معناه أنه هو راح يكون إذا تخرج من التمثيل، مو معناه أنه راح يكون هو يتخرجوا بس هم ما وصلوا. بالضبط، هنا يعتمد على الشغف والحب اللي بداخلك أنت أزاء هاي المهنة، تعرف شلون. فعليك أن تبحث، عليك أن تدرس، عليك أن تمارس، بالنهاية لازم تكون عندك ثقة بالنفس عالية أنت بالأدوات اللي عندك اللي تمتلكها وتشتغل عليها، لازم تطورها وتعترف بنقاط ضعفك أنت اللي موجودة وتتسامح وياها وتشتغل عليها، هذا كله يحتاج وقت. تقبل النقد من الناس المحبين. بالضبط. يعني أنا مثلا ممكن أنتقد علي لأن أنا يعرفني علي هو ابني، فمن أقول له علي ماما هاي جملة قالت غلط يتقبلها مني طبعاً. بس اكو ناس لا ما يتقبل. علي قال الجمله صح بس يقولوا له انت الجمله غلط صح. إيه هذا طبعا هذا هاي انا كلش ما يعني هو هذا موضوع منافسه بس انا يعني قلت لك يعني هو حبك للمهنه يدفعك انه انت تتطور بيها. احنا اليوم اذا نتكلم يعني كل مهنه بيها اساسيات تحتاج الى وقت، انا اشوف يعني من وجهه نظري المتواضعه انه انت تحتاج ما لا يقل عن 10 سنين حتى انت تطلع ممثل نوعا ما جيد، ممثل ممكن يحمل لك عمل، ممكن يشيل عمل، ممثل ممكن يكتسب ثقة الناس بيك. احنا التمست انا هذا الشيء من عودة الست فوزية عارف، يعني ايش قد عندها ثقة انه هي رجعت، لانه تعرف اول شيء تعرف العمل انه ايش قد قوي اكيد ومهمة هي وهي مؤثرة. من الشغلات اللي قالتها عفوا اقطع كلامك، يعني هي قرأت الناس قرأت اول 3 حلقات من كنا قاعدين ما اعرف اذا تتذكرين، قالت انا قريت اول 2 حلقتين 3 قلت لا لازم اكون انا بهذا لازم ارجع كلش حبيت النص. الحديث الحديث لا يمل حقيقه، بس انا لازم اشوف تقريرك، تقريرك حلو مرتبي لك شباب تفاصيل حلوه نشوفها سويا. فنان شاب من مواليد بغداد عام 1984، درس الفن في أكاديمية الفنون الجميلة جامعة بغداد وتخرج منها بعام 2007. الراحل عبد الخالق المختار كان الملهم والمؤثر بالنسبة إلى بمجال التمثيل. ما كافي مكابرة، بدنا نحكي بموضوع مهم يخص حياتك. بدايات مشاركاته بالأعمال التلفزيونية كانت بعام 2005، وأول ظهور إلى كان بمسلسل 7 عيون. أنت بخلاف تسلم عليك وتقول بل كيف تقوني يا بوتياتا، واستمر بعدها بتقديم أدوار المختلفة لعدة سنوات. إيه أنا يعني منتبه عليك. وخلال فترة قياسية قدر يثبت نجاحه ويكون من أبرز الممثلين الشباب للفترة ما بين 2005 و2013. غير ريال كلمة ماشي هالأيام. أهم الشخصيات اللي أداها وما زالت عالقة بأذهان المشاهدين هي شخصية يسار بمسلسل إعلان حالة حب، جبناها على المراهقين، وناظم الغزالي بمسلسل سليمة باشا. بس أقول لك شيء، هي اتصلت راح تعرف اني وين اغني. انقطاع الدراما العراقيه لفتره طويله كان واحد من اسباب ابتعاده لما يقارب 7 سنوات، واخر ظهور الى كان بمسلسل الفندق اللي تم عرضه بعام 2019، واللي اضطر من بعده انه يتوقف لحين ما يلقى العمل المناسب. انا كلش واثق من مشاعري هالمره. وحاليا هو يجسد شخصيه احد ابطال مسلسل عالم الست وهيبه بالجزء الثاني. تبروني بشخصية ستار. ضيف ستارز اون يو تي في الفنان النجم علي عبد الحميد. بعد ما شفنا هذا التقرير عن النجم علي عبد الحميد، مراحل مرت بحياتك خصوصا الملهم كان الراحل يعني ساندك وساعدك الكبير الراحل عبد الخالق المختار وكثير من الناس، لكن اكو اعمال قدمتها في سوريا وصولا الى الفندق ووصولا الى عالم ست وهيبه، حققت حضور حلو وجميل جدا، ايهما افضل تحس انه قدمت صح بسوريا بالعراق؟ سليم باشا، اعلان حاله حب، الفندق، تكلمنا عن عالم ست وهيبه. شوف احنا تكلمنا على هالمواضيع، يعني انا كل عمل اشتغله بصراحه، كل عمل اشتغله حتى وان ما يعني حظى بترحيب الناس، وحتى وان ما يعني ما مشى بالطريق اللي احنا مفكر انه شلون راح يظهر، انا اشوفه مهم بالنسبه لي.
ما أقدر أجي أقول أني العمل الفلاني ما أحبه والعمل الفلاني ما أحبه. ليش؟ لأن إحنا نجتمع كسبيل المثال مع أساتذة، مع ناس مهمين، ممكن يكون الممثلين هم ممتازين بس المشكلة مثلاً بمشكلة فنية لا تعرف شلون، أو ممكن يكون العكس صحيح وإلى آخره. فهو جهد جماعي، يعني العمل التلفزيوني هو جهد جماعي، فما أقدر أجي أبخس جهد واحد من الناس اللي موجودين بهذا العمل وأقول هذا العمل سيء، ممكن هو حابه. فكل الأعمال ضافت لي، كل الأعمال استفادت من عدها، كل الأعمال خلتني يعني زادت من 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 خبرتي بهذا المجال. كل الأعمال أحبها بصراحة يعني. ممتاز. إحنا وصلنا لختام حلقتنا، بس أنا ما أريد أختم والله. تواجدكم وياي بالبرنامج كلش حابة. الله يخليك. وهواية أسئلة مو بس على مستوهي، بقى الفن والدراما العراقية والعربية وغيرها. إن شاء الله يكون لنا لقاء إن شاء بعد الله. بعد عرض عالم مستوهيبة حتى الله. نتكلم عن نجاح المسلسل إن شاء الله. ونجاح مسلسلات قناة يو تي في. أريد من الكبيرة سمر محمد كلمة للجمهور، شو تقولي لهم عن عالم مستوهيبة؟ أقولهم إن شاء الله جهدنا وتعبنا ودموعنا اللي صارت بالمسلسل ما تروح حدر، وأنا متأكدة إنه العمل راح يعجب الجمهور وراح يحبوه وراح يتابعوه. أنا أشكر قناة اليو تي في على استضافتها الجميلة وياك أستاذ علي، وأشكر اليو تي في على الثقة اللي انطتني إياها، وأشكركم كلكم، وأشكر ولدي اللي هم حالياً وياي بالعمل يعني مساندين، يعني حتى من أرد أقوم يقولوا إن قومش أقول لهم لا 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 أقدر أقدر. فأحبكم كلكم. كادر وهيبة أنتم حلوين، شكراً لكم. أستاذ علي، أول شيء طبعاً أكيد شكراً جزيلاً على هاي الفرصة. أنا ما طالع كل شيء هاي اللقاءات بحياتي، هذا يمكن أول لقاء أطلع بيه بهذه الطريقة. شكراً جزيلاً لهذا التقرير اللي تقدم، شكراً لقناة اليو تي في. أكيد أقول للجمهور اللي منتظر عالم ستوهيبة، أتمنى أن يكون اللي قدمناه يليق بيكم، يحاكي همومكم. غايتنا هي إسعادكم، غايتنا هي أنه نقدم شيء يليق بكم. فيا رب يعجبكم العمل، وأتمنى تنتظرون للأخير، راح تشوفون الأحداث تبدي تتصاعد وإن شاء الله يعجبكم العمل. شكرا جزيلا أستاذ علي عبد الحميد، وشكرا القدير الكبير سمر محمد، شرفتونا ونورتونا بستارز ون يو تي في. إن شاء الله النجاح حليفكم وحليفنا بقناة يو تي في يا رب. آمين. مشاهدينا ملتقانا إن شاء الله في رمضان بأعمالنا الجميلة على قناة يو تي في. إلى اللقاء.